مضايق حاجز طريق الحروف. الجيش الحر في طريقه لإتمام عملية قنص أحد الضباط. الله أكبر. سرية المهام الخاصة 27/6/2012. شو اسمه الضابط حاله مش عم يظهر على سوا يا زلمة. بس هذا مش شلون، شوف اللي بده يرجع هناك بالبير بيرن. إذا بيجي أصلاً لا تحركش، اللي بده يبين اللي هلا طلع. أيوة طلع. شوفوا المحل تقدر تنزلوا وانا بروح. ليكو 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 شفتوه شفتوه شو ليكو ها وين شفتوه لك ها مش قلت لك شو انت ليش ما